مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدلات نموه وأيضا مضاعفة التمويلات التي تقدمها شركات التمويل العقاري والتي تخطت في آخر تقديرات 8 مليار جنيه بنهاية 2021، وأيضا حققت ما يقرب من 4 مليارات جنيه في الربع الأول من العام الجاري فقط. الجديد في هذا الملف أن هيئة الرقابة المالية استجابت لبعض مقترحات المطورين العقاريين بالسماح لشركات التمويل العقاري بتمويل شراء الوحدات السكنية تحت التشييد. طبعا هذه نقطة جدلية، البعض يدعمها والبعض الآخر يرى أن بها بعض المشكلات. نناقش هذا الموضوع بكل جوانبه مع ضيوفي الليلة، المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أهلا وسهلا بحضرتك مهندس علاء، والأستاذ أيمن عبد الحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أهلا وسهلا أستاذ أيمن. حبدأ بحضرتك مهندس علاء، وبصفتك ممثل لقطاع التطوير العقاري، كيف تنظر لهذا القرار؟ والله مزيد من المرونة ومزيد من الحلول التمويلية للمطورين طالما توفرت الضمانات الكافية اللي هي تضمن حق جهة التمويل، فليه لا يعني. يعني هو دايما التخوف بيبقى لما يكون في مخاطرة أو يكون في تسهيل غير مضمون، ولكن يعني عندنا هيئة الرقابة المالية وعندنا البنك المركزي وعندنا حتى ما بين بنوك وشركات تمويل عقاري عندهم قدرات وعندهم مهارات وخبرات غير عادية، بنقدر نحط حلول تحقق الاثنين، تحقق المرونة ان احنا نوفر سيولة للشركات وفي نفس الوقت بتحقق توفير ضمانات كافية تحفظ حقوق البنك أو الشركة أو الجهة المانحة للتمويل. لكن بصفتك يعني مطور عقاري، هل وجدتم مشكلة مثلا من قبل العملاء أنهم لا يستطيعوا شراء وحدة سكنية ما لغياب التمويل المناسب لهم، بالرغم من أنه شركات التطوير العقاري أصبحت تقدم برامج للسداد مريحة جدا؟ واقع البيع والشراء النهاردة إن النسبة اللي بتبقى مرحبة أو بتفضل إنها تاخد تمويل من خلال بنك أو شركة نسبة بسيطة أو النسبة الكبيرة اللي بتشتري من عندنا بيتعامل مباشرة مع الشركة، بيفضل إنه هو يشتري بتمويل أو بتسهيل من الشركة. اللي بيحب يروح للقطاع المصرفي عشان ياخد في شكل قرض أو تسهيل أو تمويل عقاري نسبة قليلة قوي. طيب نذهب للأستاذ أيمن عبد الحميد، وأحب أعرف رأي حضرتك في القرار، كانت نقطة ربما بتناقشنا فيها بعض الشيء قبل ما يصدر القرار، وحضرتك كنت بصفة عامة أو ده كان انطباعي حضرتك كنت ضد هذا القرار. لا خالص، أنا مش ضده، أنا هي المشكلة أو التحدي اللي في الموضوع أن احنا كنا محتاجين كم ممولين عقاريين ضمانات، لأن احنا اصطدمنا في 2009 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أن بعض المطورين الكبار اللي احنا بنقدر نقول عليهم كلاس A يعني تأخروا فترات زمنية طويلة جدا على تسليم الوحدات، وكانت النتيجة أن العميل ما استلمش الوحدة فمش عايز يدفع الأقساط، مش عايز يسدد لشركة التمويل العقاري بالظبط، والمطور مش ماضي معايا حاجة تقول أنه هو هيتحمل غرامات التأخير لو حصل انه اتاخر في التسليم، فبقت المشكله لا المطور اللي اتاخر عايز يدفع العوائد بتاعه التمويل ولا العميل عايز يدفع اقساط التمويل. فطلبنا بشكل محدد جدا عايزين ضمانات على المطور وعليا انا، مش طالب على المطور لوحده. لو انا ما دخلتش في وقت ما المطور نفذ المراحل اللي مطلوبه منه سددت استبدلني فورا، وفي نفس الوقت المطور لو اتاخر عن التسليم مدة أقصاها 6 شهور نبدأ نحمله بغرامات اللي هي تساوي إيه؟ تساوي العوائد اللي أنا بدفعها على تكلفة الأموال. صحيح. طيب لكن مهندس علاء يعني أشار أنه معظم العملاء بيفضلوا أنه يحصلوا على التسهيلات السداد اللي بتقدمها شركات التطوير العقاري مباشرة دون الرجوع إلى جهة تمويل أخرى. هل حضرتك شايف انه في سوء
اصلا لمنح تمويلات للمشروعات تحت التشييد؟ لو اشتغلنا في مشروعات تحت التشييد اه هتلاقي سوق. كنا موجودين. خلينا نقول لحضرتك ايه، 95% من مبيعات العقارات الحاليه هي عقارات جديده واغلبها تحت الانشاء، و5% فقط هو اللي اعاده البيع من عميل لعميل اخر. فال95% منهم نسبه كبيره جدا تحت الانشاء. فده مش هيجي لتمويل عقاري، لان انا مش عارف اموله دلوقتي طالما ان الضمانات اللي بقول لحضرتك عليها دي مش موجوده. لكن لو في ضمانات تقدر تديهم طبعاً. برامج منافسه للمطور العقاري هيبقى بالاتفاق بيني وبينه، لان هو شغلته مطور مش ممول. هو محتاج السيوله بتاعته، فبدل ما ياخدها على 7 و8 و10 سنين هياخدها على مده سنتين او ثلاثه اللي هي مده الانشاء. صحيح. وهيبقى ضامن وجودها في مواعيد ملزمه ليا وليه. اول ما هينفذ كل مرحله من الانشاءات هياخد مبلغ ما يساوي هذه المرحله، فهيبقى هو ضامن التدفقات النقديه اللي تخليه يكمل المشروع بشكل اسرع. مهندس علاء، هل حضرتك يعني بترى انه المطورين العقاريين ممكن يوافقوا على مثل هذه الضمانات، انه لو حصل تاخير من جانب المطور العقاري هيكون في انفتاح على انهم يتحملوا غرامات تاخير؟ هي طلبات عادله، يعني الالتزام يقابل التزام. اذا التزم جهه التمويل بتوفير احتياجات المطور يجب ان يلتزم المطور في المقابل بضمانات معينه جزء منها التسليم في الميعاد. وشايف انه لو ابتدينا نشتغل في هذا القطاع ربما هنلاقي له عملاء يطالبوا بيه التمويل من شركات التمويل العقاري؟ هو القطاع العقاري عموما قطاع يعني حركه الفلوس فيه كبيره قوي، وتكلفه الوحدات وعمليات اعاده البيع كبيره قوي، والشعب المصري كمجتمع محب لاقتناء العقار. حتى لو هو ساكن بيحب يشتري، سواء استثمار سواء للولاد سواء جميع الاسر المصريه. لو حضرتك سالتي في اي اسره عايز شقه يقول لك اه عايز شقه، وبعد كده شوف هيعمل بيها ايه، بس هو عايز شقه حتى لو عنده اه. فخلاص دي ثقافه للمجتمع مترسخه، وهو طالما قادر هتلاقيه بيجي وبيشتري. اه بنلاقي الاستثمار حتى لو البيت الرئيسي والبيت الثاني او السكند هوم في المصيف او المشتى، او حتى تامين للاولاد او استثمار او تخزين فلوس. بالظبط. ايه الضمانات الاخرى اللي حضرتك شايف ان هي واجب تكون موجوده مع اطلاق هذه الاتاحه؟ لا هقول لحضرتك، احنا مش محتاجين ضمانات اخرى، هو ده الضمانه الوحيده علشان يبقى عندي وحده هي ضمانتي هي الوحده. ودور شركات التامين في هذا الامر؟ لا هو احنا لغايه دلوقتي بنناقش معاهم، بس هم ما عندهمش حل، هم بيدرسوا حلول لهذا في هذا الاتجاه يعني، بس لسه ما استقروش على حاجه ممكن تتقدم. بس انا برضو هقول لو تدخلت في الموضوع ده شركات التامين ده عبء جديد على العميل وعلى المطور وعلى شركه التمويل. هو لو في ضمانه ما بين المطور والعميل، بين المطور والممول، خلاص المشكله منتهيه كضمانه. النقطه الثانيه هي مش ضمانه، هي تسهيلات. احنا النهارده كان في قرار من البنك المركزي من 2007 بمنع تمويل وحدات تحت الانشاء سواء عن طريق البنوك بشكل مباشر او ان البنوك تمول شركات التمويل العقاري في وحدات تحت الانشاء. فاحنا عشان برضو ننشط ده، خليني اقول لحضرتك ايه، احنا شركات التمويل العقاري 15 شركه في السوق، راس مالهم حوالي 2.5 مليار جنيه. دول لو قلت لحضرتك ان اكبر 10 مطورين عقاريين السنه اللي فاتت بس بايعين عقارات ب 152 مليون جنيه، هتعرفي حضرتك ال 2.5 مليون جنيه دول لو انا اشتغلت بيهم في تحت الانشاء لا يساوي اي قيمه جنب اللي المفروض في فجوه يكون. كبيره جدا بالظبط فيما ينفق هنا، لان انا لو ما انا ما عنديش جهه تمويل يبقى هضطر امول من كابيتال بتاعي، راس المال بتاعي. فاجمالي راس المال بتاع الشركات 2.5 مليار، اللي هو لا يساوي 1 على 10 او 1 على 20 من مبيعات العقارات السنويه. ايه السيناريو الافضل، ان يكون كل مطور عقاري يتعامل مع شركه تمويل محدده حتى يكون هناك تفاهم وسهوله ايضا في العمل، ولا يكون الامر منفتح لاي شركه تمويل عقاري؟ هو الاثنين سيناريو، يعني اذا العميل عنده علاقه مع احد البنوك، عنده هيستوري في احد البنوك، عنده
ائتمان من إحدى الشركات بتقول له أنا مستعد أدي لك كذا، أنا درس العميل بتاعي، فبيبقى ما يفرقش مع المطور، ما يفرقش معايا هو. بالنسبة لي هو بيبقى مشتري كاش. الشركات نفسها بيبقى عندها حلول تمويلية حسب سياسة الشركة. احنا من سنة لسنة بيبقى لازم دايما عندنا الشركاء التمويليين بتوعنا، بنبني علاقة طويلة الأمد، بيبقى دايما في نوع من التسهيلات والتزام بالسداد، والعلاقة كل شوية مع الوقت الثقة بتكبر ومساحة التمويل بتكبر. حتى لو مش محتاجين تمويل، احنا كاستراتيجية للإدارة المالية لازم برضو بتبقى فيه خط ائتماني موجود، لأن وقت ما بنحتاج الحقيقة إجراءات الموافقات ممكن تبقى أبطأ من احتياج الشركة. وحضرتك أستاذ أيمن تحدثت في عدة مرات اليوم عن ضرورة وجود تفاهم ما بين شركة التمويل العقاري والمطور. هل بترى أنه يكون في نوع من الشراكة ما بين مطور عقاري ما وشركة تمويل بعينها، ولا يكون السوق منفتح؟ طيب خليني أقول لحضرتك برضو، إحنا ما نقدرش نقول، يعني أنا ما أقدرش أجي أقول لبشمهندس علاء احنا لازم نشتغل معاك منفردين، مش اكسكلوسيف يعني. ليه؟ لانه ممكن عميل انا ما اقدرش اقبله لطبيعه نشاطه او لاثبات الدخل بتاعه اللي ما يناسبنيش في شركه تانية تقبله. وممكن ما اقدرش امول حجم التمويل اللي المهندس علاء محتاجه. يعني انا جالي 1000 عميل من عند البشمهندس علاء، انا ما عنديش القدره التمويليه ان انا امول ال1000، فلازم يبقى عنده انفتاح اكتر. زي ما انا ما بشتغل مع 10 مطورين عقاريين، هو لازم يكون عنده فرصه انه يشتغل مع 10 شركات تمويل او جهات تمويل. طيب انا عايز اسال حضرتك على نقطه كنت اشرت ليها في السابق، وهي يعني عدم جديه بعض المطورين العقاريين. يعني ربما تكون قله، لكن ده واقع في بعض الشركات ما بتقدرش توفي بالتزاماتها أو تقدم المشروع في المدد المتفق عليها. في هذه الحالة كيف يمكن السيطرة على الوضع؟ لازم يكون في جهة رقابية، وده كان اقتراح من مدة طويلة لما كنا بنتكلم في تمويل تحت الإنشاء، قلنا بقى في جهة رقابية، مش رقابية، جهة منظمة بين الثلاث أطراف العملية التمويلية، المطور العقاري، العميل، وشركة التمويل أو جهة التمويل بغض النظر شركة أو بنك. الجهة التنظيمية دي هي اللي بتضمن للمطور التمويلات في مواعيدها بناء على مراحل الإنجاز بتاعته، وتضمن للعميل حقه في الوحدة اللي بتنتج، وتضمن للممول الائتمان بتاعه أو التمويل بتاعه إن هو مضمون من قبل هذه الشركة أو هذه الجهة عند المطور وعند العميل. وأي حد في الثلاثة يحصل عنده قصور لأي سبب من الأسباب، يا إما يستبدله يا إما يغرمه، بحيث أنه هو يضمن انتظام وسير العملية التمويلية بشكل منتظم، وبناء عليه انتظام برضو على عملية الإنتاج من ناحية المطور. هو ده قرار رئاسة مجلس الوزراء أول امبارح غطت الجزئية دي، وكان في حزمة من الضوابط الحقيقة اللي أقرها مجلس الوزراء. يعني أحب أعرف رأي حضرتك في كيفية تسهيلها للأوضاع في سوق العقاري في مصر. والله أنا قراءتي للقرارات متوازنة، بتحقق انضباط، بتحفظ حق المشتري، بتنظم السوق، ويمكن كمان بتنظم، تخلي المطور ينظم نفسه، المطور الغير جاد يا ينظم نفسه يا يشوف قطاع آخر يشتغل فيه. يعني هتعمل فلترة للسوق زي ما بيتقال، ضوابط. يعني ما فيش قطاع بيشتغل كل واحد يشتغل زي ما هو عايز، هو يجب أن تكون هناك ضوابط، والضوابط دي للصالح العام. يعني ما تزعلش حد، يعني طالما أنها كلام منطقي. وعلى فكرة الضوابط دي يعني المطورين من خلال غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري في الغرفة التجارية شاركوا، مهندس طارق شكري كان حاضر الاجتماعات واخرين وسمعوا الكلام، ولا ده مناسب وده غير مناسب، واتفقوا واختلفوا في بعض النقاط. فالقرارات كانت مدروسه وبقى لها فتره طويله، احنا بقى لنا تقريبا سنه في مراجعه المقترحات عشان نوصل
لسيناريو مقبول النهارده. وكان في دائما مطالبات من قبل المطورين العقاريين بانه يتم تصنيف المطورين على حسب الخبره، سنوات الخبره، وايضا يعني مدى جديتهم، يعني فيما يشبه فئات. ايه رؤيه حضرتك لهذا الامر؟ هو يتوقف احنا التصنيف ده عشان نستخدمه في ايه؟ يعني لو بنستخدمه في عمليه تخصيص وبيع الأراضي، ولا بنستخدمه عشان الائتمان، ولا بنستخدمه في إيه؟ بالنسبة للائتمان، الجهات المنحة للتسهيلات هي عندها القدرة على دراسة العميل وتقول ده أأتمن وده ما أأتمنوش، ده عنده خبرة وده ما عندوش، ده أثق فيه وده ما أثقش فيه، بدون تصنيف. بالنسبة برضو جهات الأراضي، إحنا عندنا في تصنيف فني وتصنيف مالي مع كل طرح الأرض. لو التصنيف الفني بتاع حضرتك غير مناسب بتستبعدي من البداية. أستاذ أيمن، حضرتك كيف تنظر للضوابط الأخيرة التي تم إقرارها، وهل ترى أنه تحدث طفرة في التمويلات العقارية من قبل الشركات التمويل العقاري بعد هذه الضوابط؟ أعتقد طبعا هيحصل طفرة كبيرة جدا لو اشتغلنا في التمويل تحت الإنشاء، لان زي ما بقول لحضرتك كده انا عندي 95% تقريبا من الوحدات اللي بتباع سنويا وحدات تحت الانشاء. فده انا مش موجود فيه. انا بشتغل على الجاهز او المبيع ما بين شخص واخر. 80% بيكون خلصان على حسب ما انا فاهمه. ابتداء من 80. فاعتقد انه ده طبعا هيفرق جدا في سوق التمويل العقاري. وعايز اقول لحضرتك حاجه، احنا واضحه عندنا لو حضرتك رجعتي اللي حصل السنه دي لغايه شهر 4، احنا في 75% مما تم منحه من تمويلات هي شراء محافظ عقاريه عند مطورين عقاريين تمموا انشاءاتهم وباعوا لنا المحافظ العقاريه اللي هي مديونيات العملاء. واصبحتوا تتعاملوا مع العملاء بشكل مباشره. بضمانه طبعا المطور، لان انا ما درستوش ائتمانيه. لما تيجي حضرتك تشوفي ان 75% ده بيتم النهارده، هتعرفي على طول ان احنا السوق السنوي او السوق ما بين الاشخاص والوحدات الجاهزه تمثل 25%، وجزء من اللي تحت الانشاء هو ال 75%. ما بال حضرتك لو كل تحت الانشاء انا اقدر اشتغل عليه، القيمه هتكبر كتير. اكيد. عايز اعرف من حضرتك ماذا يعني استجابه الرقابه الماليه لشركات التمويل العقاري بتعديل قيمه التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للوحدات السكنيه و 40% للوحدات التجاريه بدلا من 30%. هقول لحضرتك، احنا النهارده في 5 شركات من اصل 15 شركه تمويل عقاري راس مالهم 100 مليون جنيه. ال 25% من راس المال ده تساوي 25 مليون جنيه. في بعض الحالات ال 25 مليون جنيه دول، يعني احنا بنقول كانت 15%، في وحدات طبعا بتعدي الرقم ده بكتير. ولو بنتكلم على 30% الوحدات التجاريه، ال 30 مليون دول ممكن ما يجيبوش محل في مكان كويس. فكان لازم يرفعوا النسبه دي. يمكن ده طبعا بيسبب معاناه للشركات اللي راس مالها ما زال محدود، يعني يمكن دي مش عندي انا المشكله دي قوي، بس دي هتفتح فرصه كويسه لشركات التمويل العقاري تساهم بشكل اكبر في تمويل الوحدات الاداريه والتجاريه. لان هي دي اللي بتبقى ارقامها مرتفع جدا، وده السوق كان محتاجه جدا بشكل جدا كبير جدا. مع وجود كل هذه المشروعات الجديدة وأيضا انفتاح شهية المستثمرين في المشروعات التي تقام في مصر، تفتكر هتكون يعني طريقة عملهم كيف ستختلف أو تكون أسهل مع وجود هذه الضوابط؟ وطبعا أعلم من حضرتك أنه هيكون في لقاء مع بعض المطورين السعوديين و يعني نظرائهم من مصر والمسؤولين الأحد المقبل. ده اللقاء الثاني الحقيقة، كان في لقاء أول وده اللقاء الثاني، وبرنامج اللقاء ده هيبقى فيه اكتر من زياره في اكتر من يوم. هيبقى في زياره هتبقى العاصمه الاداريه، في المشروع الجلاله، في لمدينه العالمين، ويوم الاحد هيبقى لقاء مع وزير الاسكان ووزير قطاع الاعمال، وهيبقى قبليها في 1-to-1 ميتنج مع الشركات السعوديه المهتمه بالتعاون مع شركات مصريه محدده. يعني الحقيقه ده نشاط تحت رعايه جمعيه رجال اعمال، لجنه التطوير العقاري والمقاولات، هم اللي بيرتبوا وينسقوا لهذا الحدث. يعني
فان شاء الله يكون ليه اثر ايجابي على زياده الاستثمارات الاجنبيه في مصر، ويعني نبقى في نفس الاتجاه اللي الدوله بتسعى ان هي تحققه باذن الله. لكن ما مدى اهتمام المستثمرين الاجانب والعرب، طبعا على راسهم ربما المستثمرين السعوديين بالذات، انه كان في يعني زياره رسميه الايام الماضيه و شهدنا وجود عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين، ما هي نظراتهم للقطاع العقاري والتطوير العقاري في مصر حاليا؟ الدول الخليج والمستثمرين من الدول العربية دايما بينظروا للسوق المصري والسوق العقاري تحديدا ان هو سوق متميز وسوق جاذب. السوق العقاري المصري بيقدم خدمة ل 100 مليون نسمة، ده رقم كبير جدا بالنسبة لدول كتير في المنطقة. لكن مش كلهم مهتمين بالمشروعات الفائقة التطور اللي أصبحت يعني موجودة في المناطق على الأقل اللي حضرتك ذكرتها، يعني مش في قطاع كبير من المصريين ربما مهتم بوحدات سكنيه اقل حداثه. التنوع موجود في المنتج العقاري المصري، احنا عندنا من اول السكن الاجتماعي اللي بتقدمه الدوله باسعار بسيطه مقدم قليل واقساط على 30 سنه، للاسكان المتوسط اللي في سكن مصر ودار مصر وجنه، لفوق المتوسط مع سي تي ايدج ومشروعاتها لغايه الوحدة بأرقام كبيرة، فالتنوع موجود. القطاع الخاص بيقدم معظم مشروعاته حاليا بأسعار تناسب يعني الشريحة اللي بنسميه كلاس ايه يعني، فخلاص أصبح السوق فيه تنوع وفيه منتجات عقارية مختلفة، كل واحد بيروح للمستوى المرضي ليه يعني. ده حقيقي. ده بالإضافة طبعا لأن حتى المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية وزي العالمين معمول حساب المتوسط الدخل وفوق المتوسط، وفيها بعض الأماكن الإسكان الاجتماعي، فهو برضو هذه المدن هيبقى بتحتوي على كافة الفئات، لأن كل هذه المشروعات يعني بتحتاج لوجود كل الفئات، يعني هو مجتمع متكامل فمحتاج يكون فيه بيخدم كل الشرائح. بالظبط. عايز أسأل حضراتكم أيضا عن ربما السؤال أنسب لمهندس علاء، كان في قرار أخير أنه المطورين العقاريين ملزمين الآن بإدارة مشروعاتهم بعد تسليمها، إيه رأي حضرتك؟ وهل هذا يعد عبء أزيد على المطور العقاري ولا بيأتي في صميم عمله؟ هو الموضوع ليه شقين. الشق الأول الحفاظ على الثروة العقارية، العقارات مصر دي قيمة وثروة وما يجبش ان احنا نهملها ونتركها بلا صيانة. حيك عقار عربية اي اصل من الاصول لو حيك ما اهتمتيش بيه وصينتيه بيفقد جزء كبير من قيمته، والعكس صحيح، مع الاهتمام بالصيانة بياخد قيمة مضافة فوق القيمة السوقية بتاعته. فالنهارده لكن الشكل اللي طرح او اصبح ملزم الان انه المطور العقاري ملزم بانه يدير المشروع، هل هذا يعني ترى انه من صميم عملكم ام يشتت جهدكم ربما او يضع عليكم عبئا لستم مستعدين له كمطورين؟ هو الحقيقه المطور يعني هو صاحب مصلحه في الاهتمام بالمكان، لان المكان عليه اسمه، فالاهتمام بالمكان ورعايته وصيانته والحفاظ عليه ده بيصب دايما في البراندنج او السمعه السوقيه بتاعه المطور. ولكن الحقيقه الدوله لجأت لكده بعد التجارب الغير ناجحه لاتحادات الشغالين. اتحادات الشغالين يعني مع كلها مشاكل بالظبط، مع احترامي يعني للقانون ونوايا المشرع للقانون، ولكن هي تجربه فاشله بكل المقاييس. العماره اللي فيها 5-6 جيران ما بيتفقوش، فما بالك لو فيها 1000 او 2000 او 3 في تجمع سكني ومطلوب منهم يقعدوا مع بعض ويتفقوا، بيتقسموا احزاب وبتحصل بينهم كراهيه وزعل. فالحقيقه الموضوع الساكن ساكن والاداره اداره، ما يجبش خلط الادوار. حضرتك ساكن بتشتري في مكان والمكان ده ليه تكلفة صيانة، إذا حضرتك غير راضي تقدر تنقل لمكان آخر،
ولكن انا متفقه مع حضرتك انه ما تعلنش الحرب على المكان بقى وتبدا تجمع ناس وتعمل بتحصل مشاكل مؤسفه الحقيقه بسبب عدم التوافق او عدم القدره على الاداره بالشكل الواجب. استاذ ايمن، عايز اسال حضرتك في الختام عن رايك في خطوه هيئه الرقابه الماليه برفع اقتراح تعديل يسمح باليه النظر في حالات التعثر من قبل العملاء في السداد خارج التقاضي. هو ده يعني طبعا هتبقى ممتازه جدا، لانه انا مش من مصلحتي كمطور ممول عقاري ولا مصلحه المطور ان العميل اللي بيشتري مني منه وحده بتمويل مني ان انا اضطر ادخل في قضايا بيني وبينه وفي الاخر تنتهي بانه يكون محل اتهام او حبس او ما شابه. انا عايز فلوسي والمطور عايز بقيه فلوسه لو ليه سليم فلوس، وانا عايز التمويل اللي انا اديته له استرده واسترد عليه عوائده اللي انا محتاجها. فمن مصلحتنا، واحنا بتوصل معانا في بعض الحالات وحالات كثيره جدا بعد ما نبدا اجراءات التقاضي بيجي العميل يقول طب نشوف اي تسويه نقدر نمد له المده، نغير له شكل التقسيط بتاعه، بحيث ان انا مش من مصلحتي ان انا ادخله محكمه. يعني انا مش هستفيد حاجه، انا عايز في الاخر انا عايز فلوسي لان ده مالي ومال المساهمين بتوعي، عايز استرد هذه الاموال، وهو عايز بيته والمطور خلاص عايز مش عايز نزاع على وحده داخل 90% بيتصالحوا فعلا بالظبط كده يسوي ويدفع المبالغ حتى لو قسطت له على مده اطول. يعني ممكن يبقى جاي واخد مني مده 5 سنين وتعثر في السداد لاي سبب من الاسباب، خليهم 7 سنين، اخليهم 7 خليهم 8 بحيث ان انا اقلل عليه الاعباء الشهريه فيقدر يستمر معايا في التقسيط. واكيد ده يعني اتجاه محمود طبعا جدا. انا بشكر حضراتكم، بشكر حضرتك الاستاذ ايمن عبد الحميد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للتمويل العقاري، اشكرك ايضا المهندس علاء فكري عضو مجلس اداره شعبه الاستثمار العقاري. اشكرك فندم.